في نصيحه على انستغرام حاب احكي لكم عنها، كيف تزيدوا من عدد المتابعين عندكم على حساب. بتدور على حساب عنده عدد متابعين بشكل كبير بنفس منطقتك ونفس قطاع العمل تبعك، وبتسوي متابعه لمتابعينه. بس ايش راح يصير هلا؟ نسبه المتابعه لك راح تكون قليله جدا لانه انت بس تابعتهم. عشان تزيد نسبه المتابعه هذه شو بتسوي؟ متابعه زائد تفاعل. كيف يعني؟ بتروح على اخر صوره للناس اللي عم بتتابعهم، بتسوي متابعه، بتسوي اعجاب للصوره وتعليق على الصوره، وهذه بتزيد نسبه المتابعه لحسابك.